عادة ما يكون ضيفنا بعد كل جولة رياضية صحفي رياضي أو لاعب كورة للحديث عن المباريات من الجوانب الفنية والنفسية أيضا، ولكن هذه المرة ضيفنا مختلف تماما، وهو فنان كوميدي برزت أعماله في رمضان الماضي بشكل لافت ولاقت استحسان الجمهور. هو عاشق أهلاوي كبير ومحب للكورة وجماهيرها وخاصة جماهير الاتحاد. نتعرف عليه اليوم ويعطينا أيضا تحليل للجولة والأندية السعودية. ينضم لي من جدة الفنان علي الحميدي. علي مساء الخير، وخليني أسألك بداية عشقك لكرة القدم وتحليلك للجولة ومباريات الأمس. هلا وسهلا، مساك الله بالخير يا هلا أخوي حازم، أرحب فيك وفي الأصدقاء الأعزاء علي وتغريد والسادة المشاهدين. يا هلا وسهلا. وفيما يخص الكورة ترى أنا لفترة بعيد عن الكورة، يعني خلنا نكون لا هو باين علي أن لك فترة باين أصلا الكرة. من غير ما تقول باين أن لك فترة عن الكورة. ليش باين؟ واضح يا علي، يعني تبقى نكذب على الناس ونقول أنك قاعد تلعب كورة؟ لا. لا لا لا، شوف، هو أول شيء لعدة أسباب، أهم سبب يمكن يكون انشغالي بالعمل الفني، والأمر الثاني إحباط من الأهلي، من نتائج الأهلي مؤخرا خلاني أعافها كلها، يعني فهذا هو السبب تقريبا. ليش محبط من الأهلي؟ خلنا نتكلم شوية بجد يا علي، ليش محبط من الأهلي؟ لأن الأهلي المفروض يكون في القمة، والأهلي المفروض يكون بطل، والأهلي يعني على الأسماء الموجودة فيه وعلى مكانته، وعلى المفروض الأهلي ما ينهزم على سبيل المثال مع أبها أمس، يعني مع احترامي لأبها، لكن المفروض ما كان خسر من أبها، وهو يعني فريق كبير وفريق يعني مكانه الطبيعي منصات البطولة، لكن للأسف أن الأهلي ممكن اليوم يفوز على برشلونة وبكرة ينهزم مع أبها. طيب إيش فين تشوف المشكلة؟ فما ما تعرف والله، أنا ما أقدر أشخص المشكلة بالضبط، لكن يبدو لي أنه في هذه الأيام في مشاكل إدارية أكثر من كونها فنية، دخلت في بعض، نشوف في تويتر بعض الأحاديث عن إدارة الأهلي، عن ميزانيات الأهلي، عن الدعم اللي المفروض بيأخذه الأهلي، كل هذه الأشياء أعتقد أنها يعني أثرت على مستوى الفريق في الملعب. ورا ما تترشح للنادي طيب يا علي؟ شو ترشح أسوي يا حبيبي؟ رشح نفسك للنادي وادخل وصير رئيس وجيب يلا البطولات هذه اللي أنت واحد من الجماهير وتتكلم عليها بسهولة إن في مشاكل. وأدفع. تعال ادفع. أيوة. وأدفع. لازم تدفع إذا تحب النادي. لازم لا والله تدفع. أنا مشجع طالبك. لا. طيب لا والله أنا مشجع، الله يسلمك. طيب. أنا يعني في المدرج أتفرج. طيب كمشجع لسه مصمم إن الأهلي هو الملكي؟ لا أنا ما بصراحة، شوف أنا إذا الألقاب هذه تزعل ماني مؤمن فيها يعني، ولا أني متمسك فيها كثير. الملكي، مونديالي، عالمي، يعني كل أظنها ما تفرق، هي في النهاية الجمهور أو البطولة الحقيقية هي في الميدان في الملعب، وش تأخذ وش تجني، كم بطولة تحصد، هذه هي الألقاب يعني، أما الحكي والرغي وكنا وما كنا، لا هذه أعتقد أنها ما تأكل عيش.